الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. أهلا بكم. ظهرنا مش في أمان يا جماعة، حاجات كتير بنعملها بتضر بالظهر، النبي خلي بالكم. في حاجات في اليوم، في أثناء اليوم إحنا بنعملها بتدمر الظهر، بتبوظه خالص لو عملناها غلط طبعا، وهي طبيعتها كمان غلط. يعني مثلا من ضمن الحاجات استخدامات الموبايل، أي استخدام للموبايل والتابلت والكمبيوتر. ليه؟ لأنه فيهم دايما بص لتحت، ما هو ما فيش حد بيستخدم الموبايل كده، كله بيبص كده بص كده بص يعني، والتابلت نفس الكلام ومش عارف ايه. فالموبايل عموما بيأثر على فقرات الرقبة طبعا تحديدا اكتر، والظهر يعني لو بقى حد بيبص بطريقة اكروباتية بقى على اللابتوب والحاجات دي. حاجة تانية، تخيلوا بقى غسيل الاطباق لستات البيوت وغسيل الاسنان، لانه اي حاجة فيهم برضو ميل للقدام. انا دايما في غسيل الاطباق الست بتميل لقدام عشان تغسل الطبق في الحوض، لازم تميل سنة، فده لقوا مضر جدا للظهر وبيؤثر على الفقرات الظهر لو ست عندها الاستعداد. برضو تخزين البضائع ورفعها ونقل الحاجة من مكان إلى مكان، ده لقوا إنه له أكثر الضرر اللي ممكن يؤدي إلى مشاكل في الظهر. الحاجة بقى الخطيرة جدا، وديت كل اللي احنا بنقوله ده على فكره حاجات لا يمكن تفاديها، ما فيش حد مش هيغسل الصحون، ما فيش حد مش هيستخدم الموبايل، اللي جايه دي برضو ما حدش يقدر يتفاداها. وضع الطفل، شيله كده ووضعه في مقعد السياره، بتشيل ابنك او بنتك وتحطهم في الكرسي بتاع العربيه وتربط عليهم الحزام، وانت بتشيلهم وبتحطهم لازم نتيجه دخولك للسياره، ولان هم لازم يتحط في مستوى اقل من طولك، انت بتوطي وتتني نفسك وشايل حاجة، ده يضر ظهرك جدا جدا، فده برضه لازم ناخد بالنا منه، ما نكرروش كتير ونشوف له بدائل. حاجة الأخيرة بقى غسيل النوافذ، برضه لقوا إنه التواء، لأنك أنت في أثناء غسل النوافذ الشبابيك بتعمل حاجتين في منتهى الخطورة، أولا بتعمل التواء للعمود الفقري، ثانيا بتستخدم ناحية واحدة من الجسم، مفيش حد بيغسل بإيدين الاتنين كده، بتستخدم ناحية، فلقوا إن ده في منتهى التأثير، مش هنقول خطورة، بس بيأثر على الديسك والعمود الفقري وعضلاته والغضاريف الموجودة فيه. خلي بالكم من الكام حاجة دول، يعني زي ما قلت لكم كل ده انفيتابل، لازم هتعمله، ومين اللي مش هيغسل سنانه ولا مش هتغسل صحونها ولا مش هتحط عيلها في أي حاجة، ما بتشيله مش لازم في العربية، تحطه في السرير بتاعه وتشيله من السرير بتاعه، كل ده هيأثر على الظهر. ما تخليش بقى عوامل تانية، إذا كانت الحاجات دي أنت بتعملها غصب عنك لازم، فما تخليش حاجات تانية تدخل على ظهرك تبوظه من غير لازم. تشيلش بقى حديد، ما تبقاش أنت بقى متهورة وتشيلي كرسي الأنتريه اللي قد كده، ما تتهوريش لوحدك وتشيلي تابلوه مش عارف وزنه عامل إزاي عشان تشيليه من حته لحته، ما تتهوريش لوحدك وتشيلي انبوبه البوتاجاز عشان تغيريها بنفسك او تشيلها انت بنفسك برضه وانت مش قادر، كل ده تهورات يعقوبها ندم شديد جدا. النهارده حوار عن واحده من ادق الجراحات واساليب الجراحيه في عالم جراحه العمود الفقري وعالم جراحات عموما المخ والاعصاب، مع ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور يسري الحميلي. اهلا بك يا دكتور يسري. اهلا دكتور عميلي. حاجات كتيره الواحد بيعملها والله بتضر ظهره، حكاية غسيل الأطباق دي خوفتني أوي، أنا ما بغسلش الأطباق يا باشا، بس يعني غلابة الستات. هو الحقيقة كل الحاجات اللي قلتها صحيحة، لكن كل ده يجب أو يصحح منه حاجتين اتنين، إن الإنسان يبقى عنده ثقافة الجسم الرياضي أو الاهتمام باللياقة البدنية، مش لازم نبقى رياضيين بس واخدين بالنا من اللياقة البدنية بتاعتنا، واللياقة البدنية بتاعتنا بتتطلب إن احنا نعمل تمارين ورياضة ومجهود شوية في الرياضة، وحفاظا على أنفسنا في موضوع الأكل. الحاجتين دول لازم عيننا تبقى عليهم، مش هقول بالورقة والقلم، ولكن على الأقل إحنا في بالنا الكلام ده.
زي ما برضو يبقى في بالنا واحنا بنستخدم التابلت والموبايل واحنا بنغسل الاطباق واحنا بنعمل اي حاجة ان وضعنا يبقى صحيح الى حد ما. مش لازم في كل مرة نعمل فيهم غسيل الاسنان هنوطي، ولكن عايز اقول ان لو احنا في بالنا مش هنكسر من عملية ان احنا نوطي، مش هيبقى طول النهار بنوطي واحنا بنعمل كل حاجة، هنبقى واخدين بالنا. ست البيت ممكن تاخد بالها المرة دي هتوطي لمدة 3-4 دقايق هيتخللها عمل تاني وبعدين ترجع تاني، ما يبقاش الموضوع مستمر. هي المشكلة في ان احنا نعمل العمل ده يعني بمدة طويلة، لكن ممكن نعمله مدة قصيرة ونعمل حاجة تانية ونرجع نكمل تاني، يعني فترات متقطعة والاهتمام باللياقة البدنية. عظيم. في ترم أو لفظ طبي مهم جدا اسمه الجراحة الملاحية. ما هي الجراحة الملاحية؟ هل ترى أنه المريض العربي بدأ يستوعب هذا الترم هذا المعنى، ولا لسه برضو الثقافة ما جابتش لسه معنى ودور الجراحة الملاحية؟ هو الاستيعاب يأتي من أن هو يبقى الأطباء أولا مستوعبين الموقف وعارفين، والمستشفيات تبقى مجهزة بهذه التكنولوجي. هو الجراحة الملاحية باختصار شديد عبارة عن إيه؟ زي ما العربيات الحديثة كلها نازل فيها حاجة اسمها نافيجيتور، أو اللي هو اللي بيوريك خريطة البلد، وزي ما النافيجيتورز دي متصلة بالأقمار الصناعية بحيث تديك إحداثيات المكان والمرور والازدحام، نفس القصة في العملية الجراحية. لما بندخل في مكان حساس جدا زي العمود الفقري أو المخ، إحنا هنا بنعمل عملية انزلاق غضروفي. لما هدخل بالجراحة التقليدية هبقى محتاج إن أنا أشيل العظم اللي قدامي بتاع العمود الفقري عشان أشوف الغضروف، وهزحزح الحبل الشوكي، وبالتالي هعمل حاجات قد تضر بالمريض، في الغالب بتضر بالمريض. لكن لما هستخدم الجراحة الملاحية هتديني الإحداثيات عن الأماكن المجهولة دي، بحيث أدخل من الفتحات الطبيعية اللي ما بين الفقرات وبعضها دون أن أستأصل أي عظم. وهنا هقدر أستخدم آلات محدودة التدخل زي المنظار، فبالتالي هعمل عملية كبيرة جدا زي اللي احنا شايفينها على الشاشة، وهي استئصال انزلاق غضروفي بالمنظار من فتحة أو ثقب صغير جدا. ما بقتش محتاج بقى أن أنا أشيل عظم، ما بقتش محتاج أن أنا أوسع أو أفتح في العضلات، ما بقتش محتاج أن أنا ألبس المريض ده حزام بعد العملية. وبالتالي بالظبط زي لما يبقى أنا عندي نافيجيتور في العربية بتاعتي وأنا عارف الأماكن، مدينة نصر كوبري 6 أكتوبر مقفول، فهاخد من تحت الكوبري، لا ده في حادثة على المحور، فبالتالي بلاش أخد المحور ده، هاخد الدائري، هاخد طريق تاني. لما يبقى النافيجيتور اللي عندي ده في العربية بيديني كمان إحداثيات المرور ده في الوقت الحالي، لا ده فيه في المكان الفلاني حادثة، بلاش تاخد الطريق ده، هتاخد طريق بديل. طب أقرب طريق للمكان اللي انت رايح له قد إيه، وهتستغرق وقت قد إيه، تقدر تظبط مواعيدك، تقدر تعمل كل حاجة. وبالتالي أنا النهاردة بقدر أحدد في عملية الانزلاق الغضروفي هاخد بنج قد إيه، مدة الوقت اللي هشتغل فيه العملية. ما بقاش بقى الموضوع زي زمان إن الدكتور بيجي يدي البنج والبنج ده مدته ساعتين وبعد ساعتين هيحتاج يدي، مفيش الكلام ده. ده أنا ممكن أظبط البنج بتاعي 10 دقايق، نص ساعة، تلت ساعة، على وقت الجراح اللي هعمل فيه العملية بتاعتي. عندي سؤالين. هل كل عيان عنده مشاكل في العمود الفقري مثلا يمكن أن يخضع للجراحة الملاحية، أم أنها جراحة لها محدودية في الاختيار؟ ثم هل لأنها جراحة تعتمد على تكنولوجيا عالية جدا هناك تقدم كل فترة في هذه التكنولوجيا، بحيث أن احنا نقول كمان أنه اللي عنده هذه التكنولوجيا ينبغي أن يكون زي ما بيقولوا مبذرا، فكل شويه هستخدم الاب تو ديت من التكنولوجيا. ده برضه بين قوسين حمل على الاقتصادي، ومطلوب بقى هنا ان انا لازم اواكب، والا هبقى انا بتكلم على سوفت وير فيرجن مختلف وقديم. دي نقطه انا عايز افهمها. حاجتين. الحقيقه هو مين اللي هتعمل له العمليه بالجراحه الملاحيه ومين اللي مش هتعمل له. لو انت عندك عربيتين، عربيه فيها نافيجيتور وانت رايح مشوار مهم وكل عملياتنا مهمة ومحتاج تنجز بسرعة وما يبقاش فيه اي مشاكل،
يبقى هتاخد العربية اللي فيها نافيجيتور وهتستخدم الوسيلة دي ولا مش هتستخدمها. انت مسافر رايح تحج، هتحج بيه على الجمل زي جدودك ما كانوا بيعملوا، ولا هتركب البخرة، ولا هتركب طيارة، ولا هتروح بعربيتك؟ هنا بقى عندي امكانات يبقى هعمل هسافر بالطيارة طبعا، مفيش كلام. بالتالي الجراحة الملاحية بالنسبة لنا هي مهمة في كل عملية، لأن كل مريض مهم عندنا. يبقى كل عملية أنا بعملها هستخدم فيها الجراحة الملاحية، لأن ده أفضل للمريض بكل ما تعني كلمة أفضل. طيب هل زي ما تفضلت في السؤال التاني، التكنولوجيا بحتاج أن أنا أطور؟ طبعا بحتاج أن أنا أطور، وعشان كده عملياتنا ما بتبقاش رخيصة، وللأسف أنا بقول الكلام ده، لكن أنت مضطر، لأنك أنت بتعمل حاجة بتفيد المريض. ما أنا النهاردة لما أعمل للمريض ده العملية، وبعد مش هنقول بعد أسبوع، لأن معظم عياننا بينزل يتحرك ويركب عربيته ويسوق عربيته، هيرجع شغله بعد 10 أيام، بعد أسبوعين. أنا وفرت للمريض ده لأني ما عدتوش 3 شهور أجازة، وفرت له كتير قوي. وأهم من وفرت له أن أنا رجعته بشكل طبيعي يمارس حياته تماما. يبقى اللي دفعه الجزء البسيط اللي زاد عليه في تكاليف العملية هيغطيه في أكثر من شيء، وأهم حاجة أنه هيطلع في حالة صحية ممتازة تسمح له أنه يعمل كل حاجة. هيبقى بعمل تثبيت فقرات للمريض، ومع ذلك المريض ده بيوطي ويصلي، وممكن يلعب كورة، ممكن يلعب أي رياضة هو عايزها. بالتالي يبقى أنا رجعت المريض بعد مشكلة انزلاق غضروفي، أو بعد مشكلة تزحزح فقرات، أو حتى بعد كسر في الفقرات، إلى وضع طبيعي جدا. ناهيك بقى عن المرضى اللي بيجونا عنده شلل، عنده مشاكل فظيعة جدا، وانت بترجعه الى وضع طبيعي، يبقى الموضوع يستحق. عندنا حالة من حالات ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور يسر الحميلي، الحالة دي سجلناها وشفنا نقل لخبرة مريض، مريض من العراق، وده اسعدني جدا انه يعني مريض، انتوا عارفين اللغة العراقية صعبة مع اللغة المصرية، فكون ان هم يتفرجوا علينا ويتابعونا، وهو قال ان احنا تابعناكم من خلال القاهرة والناس، فده شيء اسعدنا جدا جدا، ده اسعدني انا. اللي اسعدني جدا انه حلق من الحالات الصعبة، رجل كان متقدما في السن، كبير مش صغير، بيستخدم العكازين بيمشي عليهم، وبيحكي قصة، تعالوا نسمعها لانها قصة مهمة جدا جدا، ثم نعود لحوارنا عن الجراحة الملاحية. تعالوا نسمع مع بعض. قبل العملية سويت عملية، اجريت عملية في محافظة الانبار فقرات، فبعدها بديت امشي على العكاكيت، هاي 9 سنوات اعاني من عندها. اراجع الاطباء بكثرة موجودين ببغداد بغير مكانات، ناس تقول لي هاي دعامات، وناس تقول لي براقي، وناس تقول لي قفايص، وناس تقول لي ما ادري، يعني اتعبوني جدا، اتعبوني. كثرة العلاجات دمرتني بحيث اصبحت عندي حالة نفسية لا تطاق. ما اركز بيها، ما يعني حالتي النفسية تعبت، حالتي الصحية تعبت. يا الله. ما شاء الله. يعني في قبل العملية استخدم هاي صليب، سويت هاي الخطوة على كيف؟ الخطوة ما أمشي. سويت هاي الخطوة ما أمشي. ما شاء الله. شيلي جلت هاي الحركة ما عندي. ما أقدر على العكاكي. بقالك قد إيه عم عملية؟ 9 سنوات. والعملية الثانية؟ ما أدري. معكم البارحة ما شاء الله. 48 ساعة، يعني أقل من 48 ساعة، 24 ساعة تقريبا. لأن اطلعت على البرنامج بتاعتي، شفت التشخيص ماله تشخيص كويس، وعمل عمل دقيق، يعني عمل صحيح ناجح. مو اعتباطي ولا عفوي، ده يشخص حالة المريض تشخيص جيد.
أنا من خلال سمعي إنها عرضوا علي أنا أروح لتركيا، عرضوا علي أروح للهند، عرضوا أروح على اليابان. الحقيقة أسعدني جدا حوار طبعا ضيفنا وضيف مصر العزيز، لأنه إحنا في النهاية بنسعد جدا بالسياحة العلاجية، بنسعد جدا ب أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا للإخوة العرب اللي بيسافروا الهند وبيروحوا تايلاند. هو قال تركيا بيروحوا الهند وتايلاند. على فكرة إحنا متقدمين جدا عن هذه البلاد، متقدمين بما لا يدع مجال للشك. في مجال جراحة المخ والأعصاب بقول لكل الإخوة العرب إحنا عندنا أحدث ما وصل إليه علم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وعندنا تحديدا في نيوروسباين أحدث الأجهزة. كأنك سافرت ألمانيا، فليه بتروح دول يعني هي أقل مننا في المستوى، وعندك حاجز لغوي وعندك وعندك وعندك. أنت بتتمتع في مصر باستضافة عالية جدا، بإخوة بيقابلوك، ما بتلاقيش حاجز لغة، ما بتلاقيش صعوبات، ما بتلاقيش مشاكل، وبتلاقي أحدث التقنيات. وده مش الفيديو ده بس على فكرة، اللي هيدخل على صفحة نيوروسباين على الفيسبوك هيلاقي أمثلة كثيرة جدا للإخوة العرب والمصريين كذلك، اللي هتحفزهم ان هم من فضلكم بطلوا تروحوا الهند وتروحوا تايلاند، احنا عندنا اللي أحسن من ده بكتير جدا جدا. وما تروحوش تركيا طبعا ده حقيقي. احنا عندنا جراحين المخ والاعصاب ما شاء الله عاليين جدا، وانت واحد منهم طبعا، لكن في كم جراحين مخ واعصاب كبير في موجود في مصر رائع للغايه. لكن خلينا نترجم ما قاله شيخنا الجليل الراجل الجميل العراقي، ربنا طبعا يرفع شأن العراق ويكفيها شر الدخلاء ويكفيها شر الفتنه. خلينا نروح للكلام اللي هو قاله. هو اجرى قبل كده عمليه جراحيه، حضرتك ما تلخص لنا الهيستوري بتاعه. هو كان اجرى عمليه من 9 سنين، ومن 9 سنين ما بيقدرش يمشي، بيمشي على عكازين بالعافيه عشان يدخل حمام او وكان عنده شلل في رجليه الاثنين، سقوط تام في القدمين، وما بيقدرش حتى بيستخدم العكاكيز مع دعم من احد اقاربه، وكان عنده ضعف كمان في حركه الايد، ايد بتتهز. أنا عملت له عمليتين، عملية انزلاق غضروفي عنقي وعملية انزلاق غضروفي قطني مرتجع، وكان عنده التصاقات حوالين الحبل الشوكي. عملت له إزالة للالتصاقات وتوسيع للقناة العصبية وإزالة للغضروف المرتجع. وعايز أقول إن على فكرة من أكثر العمليات اللي بيبقى فيها تحدي العمليات المرتجعة. عمليات المرتجعة بيبقى فيها كل انواع الطب على فكره، وبنشوف فيها كتير بقى، بشوف فيها العجب. يعني ممكن جدا كان عندي مريضه ايطاليه، عملت لها العمليه وهي كانت عامله العمليه في ايطاليا 6 شهور قبل انا ما اعملها، و6 شهور تعبانه ما فيش اي تحسن، فخلاص خلاص اقرت بقى ان ايطاليا مش هتبقى، ما عملت لهاش اللي هي عايزاه برغم انها بلدها. فلما جت مصر وانا شفت الاشعه طلعت ان الغضروف موجود، ودخلت فعلا ولقيت الغضروف كما هو، لم يمس، والجراح اللي عمل توسيع وساب الانزلاق الغضروفي. عايز اقول ان مصر يا جماعه من اعظم الدول، والاطباء المصريين من اكفأ اطباء العالم، واحنا عندنا الامثله كثيره جدا. ضيفي العزيز، قدمت الكثير من الثقافه، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور، نورتنا دكتور يوسف حميدي. شكرا جدا. ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور يوسف حميدي، كان كالعاده مبدعا في حوار دقيق كدقته في جراحاته، جراحة المخ والأعصاب حول الجراحة الملاحية. في الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة. السنان مفتاح الجمال وباب الجمال ويافطة الجمال وعنوان الجمال. أول ما تتعامل مع حد، أول ما بيفتح بقه تبدأ تتسحب جواه، هي الطاقة الإيجابية.